الأواخر. أولا أنا بشكر دكتور علي على إتاحة الفرصة دي ليا مع مجموعة من الخبراء اللي عندهم خلفية قوية جدا سواء في مجال التراث أو الحفاظ. بشكر الدكتور علي على إتاحة الفرصة دي إن أنا أقابل مجموعة من الخبراء اللي عندهم فكرة وخلفية قوية في التعامل مع المباني الأثرية أو التراثية. بداية أحب أعرفكم بنفسي، اسمي شادي الزيني، مدرس بكلية هندسة قسم عمارة جامعة المقاولين. مجال التخصص، أنا في الأساس مهندس معماري، مجال التخصص بتاعي في التنمية العمرانية، وتخصصت أكثر في تنمية المناطق التراثية، وكنت إلى حد ما مهتم بمسألة التمويل الخاصة بإعادة تأهيل وتنمية المناطق التراثية بشكل أكثر فاعلية. التركيز النهاردة أنا يعني مش هتكلم على حاجات انتوا أكثر دراية مني بيها الخاصة بأساليب التعامل مع المباني التراثية. أنا هتكلم في الجزء أو البرسبشن المختلف، الخلفية المختلفة الخاصة بمجال دراستي، وهي إدارة العمران. وبشكل عام السياسات المصاحبة لإدارة تنمية المناطق التراثية بشكل أكثر فاعلية علشان نوصل للهدف المرجو منها، التنمية المستدامة أو الحفاظ في إطار التنمية بشكل تلقائي غير مفروض بالقوة. التركيز احنا هنا بنتكلم عن المباني التراثية وليس الأثرية، وأعتقد حضراتكم عندكم فكرة قوية في الفرق بينهم. مشكلة المباني التراثية ان هي مباني بتستخدم حاليا فيها، او مباني بشكل عام تراث حي بيستخدم، مملوك لأشخاص مش مملوك للدولة. النوعية دي من التراث وان كانت غنية جدا في تجربتها، الا ان فيها صعوبة قوية جدا في الحفاظ عليها لأسباب كتير قوي هنستعرضها مع بعض. أهمية المباني دي بتكمن في إن هي بتحفظ ذاكرة التاريخ، مش في شكل مباني فقط ولكن في شكل محاكاة الحياة اللي كانت موجودة في هذا العصر. هي شاهد على النواحي الثقافية والاجتماعية والمعيشية، فهي يمكن إلى حد ما بخلاف المباني الأثرية هي بتعبر عن تراث حي ولا زال حي إلى يومنا هذا. يعني لا زالت هذه المناطق التراثية إلى يومنا هذا يتم استغلالها في أنشطة مختلفة. ومثال على كده العديد من المناطق التراثية اللي موجودة في مصر، منطقة القاهرة الخديوية هي منطقة شاغرة بالكامل، متنوعة في الأنشطة اقتصادية وثقافية وسكنية وإدارية، فيها مختلف في الأنشطة اللي موجودة في أي مدينة جديدة أو منطقة لا تحتوي على هذا التراث. وبالتالي أعتقد من هنا محدش يختلف على أهميتها بالنسبة لنا، ولا في حد بيختلف على ده فيه، يعني كلنا متفقين ان هي ليها قيمة. بس هل كلنا عندنا استعداد ان احنا ندفع ثمن هذه القيمة؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان كلنا كمهتمين في المجال بنقدر تماما قيمة هذه المناطق وقيمة هذا التراث. تمام؟ انا بتكلم على المجموعة اللي موجودة هنا.
لكن لو طلعنا بقى للمجتمع اللي معايش لهذه المنطقة، تمام، هل تتوقع ان هو يبقى له وجهة نظر مختلفة؟ مش حاسس بقيمة الحاجات، ما عندوش. مثلا ما هو عطان كان هو عايش في مكان تعطيب وراهن هو قلبه، وبعد كده مع الناحية اللي احنا شايفينها والمباني والمنشآت العالية مبقاش مركز قبل دي قيمة تاريخية وعايز يهده ويبني مورد يبقى عامل شعب الناس دي بحث. تمام، طب هو ليه مش حاسس بهذه القيمة؟ ممكن هو عايز مؤهل طبعا. حالة مقصودة يعني انا مع حضرتك تماما. هل انتم متفقين على الطرح ده ان هي مش مسألة ثقافة فقط، يعني مش مسألة ان احنا او ان في مجموعة مثقفين فهم عندهم استعداد ان هم يأظهروا هذا التراث بغض النظر عن النواحي الاخرى؟ انا اتخيل يعني اتفق مع حضرتك ان احنا طالما لا نملك وعندنا هذه الثقافة هيبقى سهل علينا جدا ان احنا نقدر هذا التراث ونطالب بفرض قوة القانون للحفاظ عليه. لكن هل لو احنا اصبحنا احد ملاك هذه العقارات رد فعلنا هيبقى هو برغم ثقافتنا وادراكنا الكامل لهذا؟ ولما يجي هو المبنى بتاعه ويتفاجئ ان هذا كان نقطة تعرضها لان الشقة اللي طلع منها كانت بتتوقف حرارة طبيعية، وكتير لما كنت بتصور للموقف المباني اللي كانت عليها من الفترة، وكتير لما كنت بتصور كان في بعض التفاجئات من الناس الحركة تبع المحافظ تبع المنطقة ان هو خايف انه المبنى يتسجل، فلا هتلاقي كتير فرق يعني يرقصوا. تمام، طيب يعني احنا متفقين ان في خلل ما. ده اللي هنحاول نفكر فيه مع بعض النهارده. ده يعني يمكن ده الموضوع اللي هنحاول نفكر فيه النهارده. مش في شكل اعادة توظيف هذه المباني، ولكن اعادة توظيفها بشكل فعال وتلقائي من الناس نفسهم، لان احنا بنتكلم في تراث حي يتم استخدامه بشكل يومي. والميزة ان احنا عندنا التراث ده منتشر في مصر كلها، فدي امثلة لبعض المباني التراثية اللي موجودة في المنيا على سبيل المثال، اسكندرية،
المنصورة في بورسعيد مصر الجديدة ومنطقة هليوبلس يعني احنا دولة تملك مقومات تراثية قوية جدا منتشرة في محافظات كتير يجب استغلالها والحفاظ عليها. هل كلنا متفقين على ده؟ الواقع النظري بيقول ان كلنا متفقين، الواقع العملي بيقول ان ده مش حقيقي بدليل الممارسات دي. الاضافات الغير مدروسة للسن على مباني تراثية مسجلة نتيجة بقى لانفلات امني، نتيجة لتحايل على السلطة، نتيجة لفساد، ايا كانت الاسباب احنا قدام نتيجة وواقع في مباني بتزال بالكامل، مباني تراثية بتزال بالكامل، في مباني تفتقر الى ابسط مقومات الحماية لهذه المباني، وده بيؤدي ان هي تحت اي ضغط او اي ظروف طارئة يتم حرقها، يتم تكسيرها. مباني بالكامل بتزال. المشكلة دي يعني تجلت قوي بعد الثورة نتيجة للغياب الأمني أو الانفلات الأمني اللي حصل، فده مؤشر لحاجة أنا فسرتها إن المباني اللي تم الحفاظ عليها فترة ما قبل الثورة كانت مفروض هذا الحفاظ كان مفروض بقوة القانون ليس هي. بدليل إن في حالة أو أول ما حصل الانفلات الأمني والناس اتسابت لمشاعرها ولاحتياجاتها الكل داس على هذا التراث، فهي كانت مفروضة فقط بقوة القانون. فهل الحل إن احنا نرجع الأمن تاني؟ لا، هو معلش أنا مش فاهم يعني عمليا الفرق بين تفكير إنك تتبنى كقيمة تراثية ومبنى تراثية، يعني إنك تجربة القيمة التراثية هي مثلا هي حاجة ما يعني يعني هاي بيقول يعني مش فرق يكون يعني موجود فعليا إن في مبنى بيتفكر خطر واللي فاهمه إنه ولا ناتج يعني هل انا النهارده الاثر ده
اللي احنا فيه، هل هو في ملكية شخص؟ هل هو عنده الرغبة اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها واللي كلنا اتفقنا عليها؟ اعتقد ان السبب ان الرغبة دي مش موجودة او مش متاحة. بقى الجزء الثاني هو حوالين المصدر، يعني النهارده ايه الفرق ما بين يعني نفس الخط المصدر القانون اللي هو لما يتسكر الخصم وليه ضوابط معينه، والمبنى اللي بيتسكر في قيمه معماريه وليه ضوابط معينه، يعني هناك هو لما المبنى يتسكر في قيمه معماريه ايه المعنى؟ ايه المعنى اللي هو على ارض الواقع ايه اللي مسموح؟ لا هي مصنفه في تصنيفات بتسمح ببعض الاضافات على بعض المباني المصنفه، في تصنيف الف وب وج، في بعضها لا يسمح باي تغيير في المبنى، في بعضها بيسمح ببعض الاستثمارات او اعاده تاهيل المبنى من الداخل للخارج، وفي بعضها حتى بيسمح ببعض الاضافات. طيب حضرتك عرفت دلوقتي مثلا المبنى التعدي عليه انه اضافه حاجه هو بالمناسبة المبنى ده كان مسجل ألف غير مسموح له بأي إضافات، وحتى المباني اللي مسموح لها بإضافات هي مسموح بإضافات تحت ضوابط محددة محددة من قبل التنسيق الحضاري. اتفضل. معرفش انا يعني انا يمكن اختلف معاكم في النقطه دي بالذات، لان انا شايف المسمى من تراث لاثر مش هيغير حاجه في رغبتي في استغلال هذا المبنى. هو يمكن علشان مفهوم من الاثر ده حاجه مش بتاعتنا محدش يقدر يجي جنبها، يعني يمكن ده لا اتفضل. تمام. لا تاني معلش، يعني انا النهارده لو سجلت اثر انا مجبر كحكومه اشتريه ليه اتقفل؟ تمام بالظبط، يعني ما ينفعش تسيبه ملكيه عامه او ملكيه شخصيه. دي مشكلة معاك، لان لما في بعض المبادئ الفرديه حتى لانها بتسجل بعض المباني معلش خلونا نتناقش مع بعض. طب ما انا شايف ان مع اختلاف المسميات ان تصنيف المباني كمباني تراثيه هو محقق ده؟ لا محقق ده في الواقع ولا محقق ده كنظم ولوائح؟ كنظم ولوائح هو متحقق، يعني هي كل الضوابط اللي حضرتك بتقولها دي هي في الاسس الخاصه بجهاز التنسيق الحضاري والقوانين اللي نزلت. ده قانون بالظبط، ان انا مثلا بقول قانون على سبيل المثال، ان انا قررت حرش دلوقتي انا 10 سنين
10000 جنيه برامج وصلت هل ده على ارض الواقع بالظبط؟ بالظبط ده انا اصلا الرقم برضه اللي انا بطرح عليها ان انت عندك مبلغ راسي انت بس للمواطن يا ريت ان الحوارات تكون كتير خليك تاخد الفرصه دي يا دكتور. لا بالعكس انا حابب التفاهم في كلام الموضوع يعني لا حاطط نفسي في الموضوع اه حاطط نفسي في الموضوع تمام انت اخبرتني عليه انا مش موبايل يعني ده هي نقطة الملكية اللي بتكلم فيها بس النقطة اللي حضرتك برضو بتتكلم فيها يعني انا يمكن ما عنديش خبرة فيها لان انا مش في مجال الاثار بس اعتقد ان ده يعني يمكن دي نقطة هي انا متخيل ان الموضوع في الاخر هو ملوش حل وحيد هو في مجموعة من الضوابط مش عارفه دي سهلة يعني لو هو المشكلة انه مش عارفه بس فهل بس بالظبط هل لو عارفه هيتقبله ولا لا؟ طيب فاختار ان تفضل عليه قوة التعامل الخاص بعمله وتعوضه حاجات سهلة جدا وتاخد منه التراث عنه. عارفين المشكلة دي بعيدا عن التراث قريبة قوي من المشكلة برضو احنا بنعاني منها من قديم الأزل تمام؟ وخصوصا من بعد ثورة 52 مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية تمام؟ التعدي على الأراضي الزراعية احنا بقالنا فوق 60 سنة بنتعامل معاه بقوة القانون ولم ينجح القانون في 60 سنة اللي فاتوا ان هو يسيطر على هذه التعديات ومع ذلك احنا مصرين في ان احنا لا يعني احنا وجهة نظرنا ان لو الموضوع ما حققش اللي هو عايزه لا يبقى القانون ما كانش بالقوة الكافية طب لا احبسه طب اموته طب اعدمه زمان كان الفلاح ما بيحبش يعني عايز الارض بتاعته زي ما هي دلوقتي الفلاح نفسه هو ملك الارض هو اللي بيقدر يعمل جرس الارض وهو اللي بيبني عليه هي النهاردة حكمة بسيطة زي اللي الباشمهندس بتتكلم فيها هو مفيش اعتبار النهاردة الفدان الأرض الزراعية بيحقق لي دخل كام مقابل ان انا لو حولته الاسكان هيحقق لي دخل شكله ايه نفس الفكره التنظيم على الاسعار من دلوقتي لكن تبريد ترفع على مدى الرسم وبرضه تغيير القرار غير شرعي عكس مثلا ما انت بتيجي تتكلم معاه بالراحه هو بيبقى حي هو بيعمل تغيير بس انت اضطريت ان هو عايز يعمل تغيير ما بتعوضوش تاخد منه سنة. لو وعندنا استعداد نتحمل ما سنفقده خلالهم لو قلنا ان احنا نقول ان احنا
لازم كل حاجه دلوقتي عشان الحركه فرضيه. ان حاجه لما تكون دلوقتي عايزين نعمل كذا هتلاقي في 1000 واحد وراك. يعني في برضه فيها وصف في العقول الثانيه ان ازاي ده الموضوع وينجح. احنا اعداء بعض يعني دي حقيقه. وبالنسبه لتفاوت المجموعه من الناس اللي بتشتغل مع بعض وتعمل هنوصل برضه، لكن كل واحد انا لوحدي بشتغل بشكل افضل من اي مجموعه. ودي حاجه واضحه جدا في المجتمع المصري ان الفرد المصري دي المجموعة بتشغل بعضها بنفس الباب. حتى لو بصينا للرياضة، الرياضة قبل النموذج ده بقى الألعاب الجماعية ما فيهاش نتائج عالمية. الألعاب الفردية فيها نتائج عالمية. جزء طبعا فيه ثقافه عندنا. يعني احنا مثلا عندنا مشكله في بره، تلاقي اي حد شغال بره مصر يقول لك المصريين هم اكبر اعداء لبعض بره مصر. دي عندنا ثقافه انا اتوقع ان هي ناتجه من تراكمات كتير، لكن ده مش قصدي. يعني ده مش موهبه، لكن احنا تعرضنا للمنظومه اللي احنا بنتعامل بكده. ان ايوه بالظبط. لا احنا على مستوى الدوله فعلا جزر منعزله. على مستوى الافراد تم التعامل معانا لفتره طويله جدا ان حقوقنا الشخصيه مش موجوده. فانت في الاخر يعني ايه اللي يعرف يخطف حاجه يخطفها. لو حضرتك احنا مثلا يعني كان زي في بعض رغم ان الخارجيين خارجين تانيين اكثر من فوق اكثر من مصطفى اكثر هتلاقي دايما في صراع ما بين الاهالي والولاد. يعني انا من هناك ولا اتبع وانا جيت مصطفى وانا جيت مصطفى وانا جيت مصطفى روح المنافسه. طيب نرجع تاني للمناقشه اللي كنا بنتكلم فيها، ان احنا عندنا مشكله ان الممارسات او اللي بيتم على ارض الواقع لا يتفق مع اهميه هذا التراث. تمام. طب ايه اسباب التدهور بتاعه المباني التراثيه؟ وبالمناسبه الاسباب دي من كتاب الاربن كونسرفيشن للدكتوره سهير حواس. تمام. صنف اسباب تدهور المباني التراثيه لثلاث عوامل: عوامل طبيعيه وعوامل انسانيه وعمرانيه وعوامل تكنولوجيه. العوامل الطبيعيه تشمل المياه الجوفية، خصائص التربة، العوامل المناخية، وأي قوة طبيعية تؤثر على سلامة المبنى. العوامل التكنولوجية: التلوث الناتج عن المرور الآلي والكثافة العالية. جت سليمة؟ جت سليمة. طيب. والعوامل الإنسانية، وهنلاحظ إن هي أكبر يعني أكبر لسة في أسباب تدهور المباني التراثية. العوامل الإنسانية والعمرانية، ده بيشمل سوء استخدام الأراضي، تزاحم الأنشطة، الصرف الصحي وارتفاع المياه الجوفية، معدلات النمو المتزايد والكثافة العالية في المناطق التراثية، الزحف العمراني والعشوائية أو النمو العشوائي في المناطق التراثية، التعديلات اللي بتتم الغير مدروسة في المباني اللي بتؤثر على سلامة هذه المنشآت، بعض الاستخدامات الضارة
هذه النوعية من المباني. وبشكل عام سوء استخدام هذه المباني التراثية والرغبة الدايمة بهدمها وإعادة استغلالها بشكل يمثل عائد اقتصادي أكبر. هذه المجموعة من العوامل، العوامل التكنولوجية والعوامل الطبيعية، أنا شايف إن هي يعني مشكلتها مشكلة توفير تمويل ورغبة مش أكتر من كده، يعني سهل التحكم فيه. الجزء اللي في النص الخاص بالعمران، لو تعاملنا مع العمران ده إن هو كائن حي لا يمكن السيطرة عليه بالشكل البسيط لكلمة السيطرة عليه، يعني ما نقدرش نخنقه نمنعه ان هو يتطور او ينمو، زائد النواحي الانسانية اللي هي الخاصة برغبات المستخدمين بتوع المباني دول. طب ايه المشاكل اللي بنواجهها علشان نحافظ على هذه المباني او نعيد استخدامها واحيائها بشكل يليق بمكانتها التراثيه؟ في كتير من الصعوبات اللي بتواجه الحفاظ على المباني التراثيه، بس احنا هنركز فيها على المشاكل الناتجه عن وجود سكان في هذه المباني، عن استخدامها بشكل يومي ودائم. المشكلات دي تتلخص في الآتي: أولا صعوبة إخلاء المباني دي. أنا النهاردة لو المباني دي محتاجة ترميم، محتاجة أي نوع من أنواع التدخل للحفاظ عليها، من الصعب جدا إن أنا أخليها علشان أقدر أقوم بده. تاني حاجة القدرة المالية لملاك الوحدات دي او هذه المباني، هو ما عندوش الامكانيه اللي يقدر بيها ان هو يحافظ على او يتحمل تكلفه الحفاظ على هذا المبنى. لو تناسينا الرغبه، يعني لو تناسينا رغبته في الحفاظ عليه، حتى لو هو عنده الرغبه فهو ما عندوش القدره الماليه لانه يعمل ده. الحاجة الثالثة هي صعوبة تنفيذ طبعا الأعمال دي في حالة وجود ناس ساكنة في المباني دي. معظمها المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها، يعني بعد كده يجي موضوع غياب الوعي الثقافي بقيمة هذا التراث. زي ما كنتوا حضراتكم بتقولوا الناس محتاجة تفهم ليه ده مهم، دي نقطة مفقودة. في بعض بقى النواحي اللي هي اللي بنسميها الفيزيكال، يعني اللي بتتم عن طريق بما ان المباني دي بتستخدم بشكل دائم ودوري فهي ليها احتياجات ما كانتش متاحة ليها اول ما انشئت، زي مثلا دخول مرافق فيها، وبما ان دي رغبة اساسية للساكنين فهي بتتم بشكل او باخر، بتأثر على سلامة المنشأ. غير رغبتهم في التعديلات اللي داخل المبنى علشان يواكب احتياجاتهم اليومية المتغيرة، او بنتكلم على مبنى من 100 سنة، الاحتياجات وقتها غير الاحتياجات النهاردة تماما. فبالتالي اللي ساكن في مبنى من دول هو بيطوع المبنى علشان يستوعب احتياجاته. اخر حاجة هي التكدس او زيادة الكثافة في هذه المباني بما لا تتحمله، لا انشائيا ولا وظيفيا. فلو حاولنا نستخلص من مجموعة الصعوبات اللي بتواجه الحفاظ على المباني التراثية المرتبطة بان في ناس ساكنة فيها، نقدر نترجمها لبعض الاحتياجات اللي محتاجين نفكر ايه الاليات اللي ممكن تساعد عليها. ممكن نقول ان احنا محتاجين لوسيلة لاخلاء المباني دي سواء بشكل مؤقت او بشكل دائم، محتاجين نوفر بديل.
طالما ان المباني دي اي نوع من انواع التدخل فيها تحتاج اخلاق، يبقى احنا لازم نوجد آلية نقدر نقوم بيها بده. تاني حاجة موضوع التمويل بقى بشكل عام، محتاجين نوجد حل لهذا التمويل. يعني لو احنا كلنا كدولة ومجتمع وافراد مقتنعين تماما بقيمة هذا التراث ومعناش امكانية الحفاظ عليه برضو مش هنوصل لحاجة. فمحتاجين نفكر في اساليب تمويل تسمح باحتياجات السكان دول، زي المرافق، زي التعديلات اللي تستوعب احتياجاتهم الوظيفية، بس بشكل منظم وبتكلفة مناسبة، تكلفة تتناسب مع قيمة هذه المباني. يعني الأنواع دي من التدخلات لا تحتمل سوق مصنعية اللي احنا بنشوفه في أي مبنى تاني، فده هينعكس على تكلفة. آخر حاجة احنا محتاجين زيادة الوعي لينا كلنا كمجتمع، زي ما حضرتك اتكلمت احنا محتاجين ان احنا نشتغل على خطة عاجلة وخطة آجلة. ده موضوع الساعة بالنسبة لنا النهاردة، الخطة العاجلة والآجلة. محتاجين نفكر فعلا ان احنا ثقافتنا مش لازم النهاردة بس على الاقل ولاد ولادنا، يعني يظهر جيل ومجتمع بعد ما كل بقى الاجيال اللي تلوثت دي تروح، يظهر جيل كمان 30 سنة كمان 50 سنة مدرك لده ومؤمن بيه وعارف ازاي يستغله. فلو فكرنا ان الاحتياجات دي ممكن تترجم لآليات، فاحنا محتاجين نوفر تمويل. موضوع يعني اعادة تسكين او اخلاء المباني ده حاجة من الاثنين، يعني نوجد بديل يعني نوجد تمويل والناس تتصرف. موضوع التمويل الخاص بتأهيل المباني نفسها، يا اما احنا نموله كحكومة، يا اما الحكومة او الوزارات او الجهات المعنية بهذا الحفاظ تموله، او يبقى فيه تمويل ذاتي ومحلي لتغطية هذه التكاليف. ومحتاجين نشتغل على برامج توعية للاهالي والسكان، ومحتاجين نتكلم على مفهوم مهم قوي، وهو يمكن ده اللي احنا انا متخيل ان احنا محتاجين نكلم الناس دي، هو القيمة المادية او الايكونوميك فاليو لهذه المباني التراثية. لان في مفهوم خاطئ ان محددات الحفاظ على المباني التراثية بتحجم النمو الاقتصادي. يعني في بيرسبشن عام او في منظور عام للناس وللمجتمع ان اي محددات على هذه المباني هي بتحجم من الاستغلال المادي ليها او التنمية الاقتصادية المتاحة لهذه المناطق التراثية. فمحتاجين نركز على الاستفادة من القيمة المادية للمباني التراثية، والتجارب العالمية بشكل عام اثبتت ان في فعلا قيمة مادية ملموسة لهذه المباني التراثية. على سبيل المثال في بعض الدول عملت دراسات ان كل جنيه بنصرفه على الحفاظ على المباني التراثية بيؤدي الى ضخ استثمارات تساوي 27 ضعف، نتيجة لوجود رغبة يعني تأهيل هذه المناطق يجذب استثمارات لهذه المنطقة يساوي أضعاف. نختلف أو نتفق بقى مع الأرقام، ولكن الحفاظ عليها هو بيجذب استثمارات. فزي ما احنا بنعمل مشروعات استثمارية علشان تجذب رؤوس أموال علشان تحقق تنمية علشان تحقق فرص عمل، في عندنا مناطق تراثية الحفاظ عليها بهذا المفهوم ممكن يوصلنا لنفس النتيجة.
ثاني حاجة الموضوع اللي كلنا متفقين عليه، التنمية السياحية الناتجة عن الحفاظ عن المناطق التراثية وإمكانية جذب سياح أكتر وإمكانية زيادة فرص الأنشطة السياحية في المناطق دي. ثالث حاجة إن الحفاظ على المباني التراثية بيرفع من قيمة هذه المباني، قيمتها المادية، يعني لو هي حققت هذا العائد وبقى فيه رغبة في الاستثمار فيها وبقى فيه جذب سياحي لهذه المنطقة، فده يمكن هيوازن شوية القيمة المادية للمبنى. النهاردة لو عندي مبنى وفرضت عليه هذه المحددات الخاصة بالحفاظ، فتأهيل المنطقة بشكل عام هيرفع من قيمة المبنى بتاعه. كل العناصر دي بالتأكيد هتؤدي إلى فرص عمل تخدم المجتمع. بس هي المشكلة، بس إن إحنا يعني هي مشكلة التعامل مع المباني دون المحتوى المادي أو المحتوى الأشخاص نفسهم. إحنا بنتعامل مع المباني، مع الطوب، نتعامل مع الحجر، بس يمكن بنفتقد شوية التعامل مع المجتمع اللي بيتعايش مع هذا الحجر. بشكل عام النواحي دي هي اهتمام عام لينا كلنا كمجتمع. خلونا نتكلم على حاجتين، في public interest، يعني في رغبة او مصلحة عامة، وفي مصلحة خاصة. في مصلحة عامة في الحفاظ على المناطق التراثية، وفي مصلحة خاصة في التخلص منها، في مصلحة خاصة في ممارسة أنشطة تؤدي إلى تدهورها، في ممكن نسميه شيء من الأنانية. هل هو أنانية ولا حق؟ التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة، اتفقنا دلوقتي مع الحفاظ على المناطق التراثية والمباني التراثية هو مصلحة عامة كلنا كمجتمع عايزين، بس في بعض الناس ليها مصلحة خاصة سواء في المناطق المجاورة للمناطق التراثية أو في مناطق المناطق التراثية في الأثر المصلحة العامة لازم تحط في اعتبارها. هي المصلحة العامة هي عبارة عن ايه؟ بس هل فعلا المصلحة العامة، هل فعلا حرصنا على المصلحة العامة بيحقق الاعتبارات الخاصة لكل شخص؟ على الورق، لكن في الواقع دول القائمين على تنمية المنطقة أو المحافظ عليها. كنا لسه بتكلم عن الموضوع ده مع الدكتور علي. انا اسف لمقاطعتك، بس انا جيت هنا من سنة وجيت قبل الثورة، وجيت من سنة والمنظر ده كان مختلف تماما. الفرق بين الاثنين كان غياب الامن، غياب فرض القوة. هذا كان الصوره
مطلوبة. لا حضرتك فيش قانون، هو عايز قانون على حاجة هو فيه يعني خلاص على جدا مش هي يعني ايه مش هيمنع التعديات بس اكيد هيوصل في مصر. فلو اتكلمنا في فكرة تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة، وهل احنا النهاردة بعد ان قامت الثورة ايا كانت انهي ثورة ايا كانت اختلافات يعني اختلافاتنا وانتباهاتنا
احنا محتاجين نوع من انواع التغيير او نوع من انواع التناول المختلف للامور. بعد ما قضينا على ما يعني بغض ما لو دخلنا في السكه دي مش هنخلص. مش هنخلص ومش عارفين احنا رايحين فين. بس لو اتكلمنا عن الديمقراطيه والعداله والملكيه الخاصه وحقوق الملكيه الخاصه او اللي هي ال private interest المصلحة الخاصة مقابل المصلحة العامة، لو اتكلمنا عن إعادة تأهيل أو السياسة اللي احنا محتاجينها لإعادة تأهيل المناطق التراثية بشكل عام، احنا محتاجين أولا نأهل المجتمع نفسه لاستيعاب هذا التغير. ما ينفعش نشتغل على المباني التراثية بس، لا، احنا محتاجين قبل ما نشتغل على المباني نشتغل على المجتمع نفسه. هو للأسف ده مشكلته ان هو بياخد وقت شوية وبياخد مجهود وبيوجع الدماغ، واحنا غالبا بنستسلم. احنا عايزين نحافظ على المبنى ده، هننزل المقاولين العرب تأهله، الدولة هتتحمل التكلفة دي وحافظنا على تراثنا. طيب أفلناه وما فلناه؟ لو أفلناه إحنا حطينا حتة حجر كده حلوة نتفرج عليها كلنا، لو ما أفلناهوش كمان 5 سنين كأننا عملناش حاجة. بالظبط. ففكرة التعامل مع وبتدي يشتغلوا بعد كده، يعني هو الحل دلوقتي القدر الامنيه مبدئيا لحد ما تتوعي الناس وتعمل انها تعمله في المجتمع ده ياخد وقت 10 سنين 20 30 30 ده ممكن يتم بقى براحتك. لا هقول لحضرتك حاجه، انا مش مختلف، اتكلمت من البدايه ان الموضوع ما فيش عامل غير التاني. بس خلينا نذكر مثال، اعتقد كلكم عارفين عن مشروع احياء القاهره، صح؟ طيب ايه مدى معلوماتكم عن مدى اشراك كل الناس اللي عايشه في هذا المشروع في الخطه المقترحه لهذه المنطقه؟ اعتقد يعني هو احنا الشركه لا هو لسه ما اتنفذش، هو اتعمل مسابقه، عمل مسابقه عالميه. لا في بعض المباني، لا انا بتكلم في مشروع حاليا لاعاده تاهيل المنطقه بشكل كامل. هل بالظبط كده، هل المسابقه دي هل الناس كلها اشتغلت؟ اولا هو نزل تي او ار باحتياجات المنطقه ووضعها على الخريطه السياحيه وبيانات واضحه جدا ونتفق كلنا معاه، لكن هل عرض المشروع بهذه الطريقه في صوره مسابقه بتعتمد على الفكر الشخصي او فهم الاستشاري للمنطقه ورؤيته الشخصيه هو ليها هيتوافق مع المصلحه الخاصه للناس اللي عايشه؟ طب لو دخلنا على اوسع من كده، هل منطقه القاهره الخديويه دي انا ماليش حق ان انا اقول رايي فيها؟ انا مش ساكن فيها، بس هل انا لا املك الحق ان انا اقول انا عايزها تبقى عايزه ازاي؟ يعني استقبالها شكله ايه؟ هل انا عايزها منطقه سياحيه كثيفه الاستخدامات السياحيه؟ ولا انا عايز انزل وسط البلد ما افقدش احساس وسط البلد، مش عايزها تبقى كرنفال؟ ما هو اللي راجع هنا يا شيخ، انا يعني انا انا متفق معاك، بس هقول لحضرتك حاجه، مفيش خلاف. اولا احنا لو قعدنا في الاوضه دي وطرحنا مثال زي ده هيطلع 30 رأس. لا يعني هل النهارده لو حوتان دي هي بس هيتحافظ عليها؟
دي مشكلة تقبل النقاش. انا اللي يعنيني هنا مش ربيتي انا الشخصية ان احنا كمجتمع نتفق على رؤية عشان كلنا ندعمها. بس لو الدولة مع المستنس نتكلم ان احنا كلنا اتفقنا ان لازم المجتمع يحس بقيمة التراث ويشعر به من نفسه. هنا بقى اللي بقى ان الهواتف المحاسسة المعنية انها تتفق يبقى مطارات المطارات يعني مش عايز اقول لحضرتك بقى هي التخطيط العمراني عملت مسابقة للمشروع ده وهي التنسيق الحضاري عملت رؤية للمشروع ده وزارة الآثار ما عندهاش علم عن المشروع ده أصلا فإحنا حتى لو ما اتكلمناش على المجتمع إحنا كمؤسسات دولة وشغالين مع بعض حتى دكتور هو حضرتك أنا بنفع متخصص فاهم في الموضوع ده بعمل فوق مع الناس اللي هي عايشة في المكان ده وشغلهم قيمة المكان وأقول لهم اللي أنتوا يعني عايزينه هنعملوه بمنتهى التفكير الدولي وفقه ورغبته علمنا كل اللي احنا عايزينه بس دي تبقى عايزين وبعد كده نراقب العمل دي يوتوبيا التخطيط تمام انا بقول لحضرتك الواحد يعني خلفيته في هذا المجال التخطيط الكلام ده ينطبق على المناطق الدراسيه العشوائيه وغيرها اتفضل معايا هو المفروض ان الرؤوس تتحط بناء على حوار مختلف هو اللي حدد الرؤوس وتحت اشراف المتخصصين في الاساس ما يكونش رايه المتخصص هو بس الراي الوحيد المتخصصين والسكان تتحط اسس تبقى منظمه للاستشاري اللي هينفذ المشروع لابد من المشاركة. كل واحد من الوزارة والرأي هو الصح والرأي هو الصح وفي الآخر بتوصيل القرارات قبل أصلا ما تحصل نقاش المحطش في القرار لأنه هو هدف واحد هو ده الحكام هو ده الحكام وعندنا مشكلة برضو إن إحنا كمجتمع لما بنقعد من الصعب جدا ان احنا نتفق على رؤيه احنا لو اربعه قعدنا احنا النهارده لو يعني لو قعدنا احنا الثلاثه مع بعض واتكلمنا عن الفرص احنا الثلاثه هنختلف وكل واحد هيبقى مقتنع تماما ان احنا عارفه حضرتك هي مش مفيده ليه؟ لان هي ثقافه جديده عليها. فهي عامله ان زي ما حضرتك كده ابني انا ما دخلتوش المدرسه وبعدين عايزه يقرا يعني او دخلته امتحان طب لا ده هو لازم يخش حضانه ولازم يخش اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي لغايه لما يعرف يخوض هذه التجربه بوعي. يعني الواحد بيحس ان الشعب ده مش يعني لها معاد المقابله لانه مش فاهم او فاهمها خالص لدرجه لا معلش يعني احنا لما عملنا ثوره وبعد كده كان عليها ايه شبه مصدريه اللي اتقلت المباني كلها عندي انا عندي الشمس كان في حاجه اللي هي مستوى ارضي
الهدف والدور 13 دور ماشي يكملوا كلها على كده ماشي على بتاع اللي هو الهدف اللي هو بتاع كهرباء واحد بس كمل كهرباء واحد بس حصل مثلا رشوة أمرت ولا فين بقى ولا دي شرطة ولا دي حاجة ولا دي إزالات ولا هذه المشكلة إن الشرطة أو من بعد الثورة هي خلاص. لا بس أنا أقول لحضرتك حاجة يعني هل النهاردة أنا أقول لحضرتك حاجة تمام طيب شريعة نسأل أنت لو هل أنت عندك استعداد تعملي ده؟ استعداد تتماشي مع هذا الانفلات أو تمارسيه؟ أنت مش عاجبك أنت ليه مش لا أنت ليه ما بتعمليهوش؟ عرفتيها فين؟ تمام؟ كان عندك رفاهية إن أنت تعرفي ده خلاص؟ في مجتمع 40% منه تحت خط الفقر تحت خط الفقر ده أنا ما بتكلمش بإن هو ظروفه صعب تحت خط الفقر ده مش لاقي ياكل ايوه يعني انا عايز افهم الفلوس الحاجه المره 13 دور عليها تحت شويه انا ما بتكلمش يا جماعه ثواني بس عايز اوضح لكم وجهه نظري ان انا النهارده لو طلعت نصبع بعض في خطوتكم ان انا النهارده لو طلعت من هذه البيئه ما توفرتيش الظروف ان انا اتعلم فيها ان انا اعرف فيها اللي حضرتك عرفتيه ده لو ربنا قدر لي ان انا عديت خط الفقر واتغنيت انا هعمل اللي حضرتك شايفاه ده لان هي المشكله مش مشكله فلوس في قيم مجتمعية طب ثواني واحد بس طب نتبع بعض انا متخيل ان احنا على مدار فترة طويلة جدا ابتدينا نفقد قيمة ولا قيمة تمام لا دي مسافة فقدت بس الفترة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي كان فيها حد يخش بيت من جوه بيت حد بس انا شفت ده من شايف فقط شفت واحد مدخل بيته جوه بيت واحد تاني يعني حضرتك قاعد في بيتك كده جارك مدخله الوحيد من جوه بيتك هل الفترة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي هل كان الزمان اللي هي الفترة اللي بتتكلم فيها يعني انا الشكل ده الشكل اللي هم يعني مش مفهوم اللي هو بيت مختلف وهو مكتب مثلا يعني 50 سنة ولا حاجة 50 سنة لا مش 50 سنة بتتكلم عن نماذج مشيتها قبل ده يعني انا ما بتكلمش في الفقر بس انا بتكلم في الظروف اللي بيفرضها ايوه لا انا بتكلم على ما بتكلمش على الماده بس انا بتكلم على الظروف اللي بيفرضها هذا الفقر احنا كنا بنتكلم على ان كان في تعليم مجاني محترم النهارده في تعليم مجاني نقطه بعد كده ده مش
ممكن نسمع بعض تأذنكم؟ اه لا 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 انا بكلم حضرتك لا لا انا بكلم حضرتك على خط الفقر ده اللي هو الحد الادنى للحياه الادميه بقيت ال 60% ظروفهم مش زي ما حضرتك بتتكلمي لا ما بين محدود الدخل يعني يبتدي من بعد كده محدود الدخل لكن لا لا انا اتخيل ان نسبة 40% المراجع بتقولها دي هي في الواقع اعلى من كده هي احنا حد الفقر وحد الدم وحد العقل نصف اقتصاد مصر طبع شوية غير مسلم أسألهم المعمار كلها ثلاثة مدامية صناعية شوية يعني حتى ثواني نسمع بعض من فضلكم الموضوع ده انا شايف ان هو قابل للنقاش ولا زال لم يحدث يعني وان كانت التجارب النظريه والكتب بتقول كلام كتير قوي لكن الواقع الفعلي فيه مشاكل كتير قوي محتاجين نشتغل عليها طيب انا هستاذنكم نرجع تاني لموضوعنا علشان ما نخش بره الاهتمام الاساسي لينا لو هنتكلم ان احنا محتاجين نعيد النظر في سياسات الحفاظ على المباني التراثية خلاص محتاجين نستعرض كده ايه الاسس اللي بتحكم على نجاح اي سياسة ما ليها هدف محدد اول حاجة فاعلية هذه السياسات هل السياسات دي قادرة فعلا على تحقيق الهدف اللي هي اتعملت علشانه تاني حاجة هل هي فعلا فيزابل او فعالة بالشكل اللي يخليها تحقق اعلى عائد او اعلى استفادة مع اقل تكلفة ممكنة تكلفة هذه السياسات هل احنا نقدر ندفعها اصلا هل احنا قادرين على تحملها ولا لا هل السياسة دي عادلة اصلا هل السياسة دي بتحترم كل الأسس اللي احنا بننادي بيها العدل ومساواة ومساواة في الفرص والحقوق هل نقدر نديرها بشكل فعال هل عندنا الإمكانيات الإدارية اللي نقدر نديرها بيها هل عندنا الإطار القانوني اللي يقدر يحكمها هل عندنا الرغبة فعلا ان هي تتنفذ معنى هل في رغبة سياسية حقيقية في تنفيذها؟ دي العناصر اللي بنتكلم عليها علشان نقدر نحكم على السياسة اي سياسة ما وتنطبق بشكل طبيعي على سياسات الحفاظ على المناطق التراثية بالإضافة إلى العناصر دي والإجابة عن الأسئلة دي
اي سؤال من دول اجابته لا هو محتاج مراجعة للسياسة. تمام؟ طالما ان السياسة المتبعة لا تتفق مع كل الاسئلة دي وكل اجاباتها نعم يبقى السياسة فيها خلل وما ننتظرش منها ان هي توصلنا للهدف اللي احنا عايزينه. تمام. لازم نتناقش فيها. تمام. انا بتكلم النهارده احنا بنتكلم خلاص اتكلمنا عن نواحي المشاركه خلاص يعني لو هنتكلم عن ان هي تحقق الهدف لازم نقول ايه الهدف اصلا يعني لازم نتفق على الهدف. تمام. انا معاكي في نواحي المشاركه وان هي لازم تتناقش بس انا بتكلم النهارده ان انا لو عندي سياسه ما وعايز اعرف انا محتاج اراجعها ولا لا انا محتاج اجاوب على الاسئله دي. سياسة الحفاظ على المناطق التراثية وإعادة تأهيلها. تمام؟ هي السياسة دي عبارة عن إيه؟ السياسة بتتكون من إيه؟ مجموعة من القوانين المنظمة خلاص؟ مجموعة من الآليات خلاص؟ المتاحة والمطبقة للوصول لهدف ما. خلاص الاليات دي محتاجه تمويل هل انا اقدر ادفعه ولا لا الهدف ده احنا متفقين عليه ولا لا هل الهدف ده هو افضل هدف لتحقيق الاستفاده القصوى من منظومه المباني التراثيه ولا لا لان لو في هدف تاني او لو في مسار تاني يحقق استفاده اعلى انا لازم الجا له ده هيخدم الغرض من الليست دي ان احنا نعرف ان الموضوع هو مجموعة عناصر في الاخر هو مفيش عنصر واحد هيحل القضية عايز بس نوصل كلنا للقناعة دي ان في الاخر مفيش حل سحري وإلا كان كل الناس اتبعته. تمام. كل حل من دول ليه خصوصية راجعة لطبيعة المكان لثقافة المجتمع عوامل كتير قوي مؤثرة عليه. طيب هنركز بس على عنصر واحد يعني احنا اتفقنا ان العوامل المؤثرة هي عوامل كتير ولا يمكن تجاهلها بس انا هركز على عنصر واحد العنصر المرتبط برغبتنا كمجتمع في الحفاظ على المباني التراثية او المناطق التراثية. ها؟ الفرضية اللي انا بفترضها ان هو من المستحيل ان احنا نحافظ على المباني التراثية دي من غير رغبة حقيقية وتعاون من السكان واصحاب هذه المباني اي حل تاني ما ينفعش العافية مش هتنفع العافية بس مش هتنفع مش هتجيب نتيجة خلاص وبالتالي القوانين المنظمة لسياسات الحفاظ على المناطق التراثية لازم تاخد في اعتبارها ده ولازم تدور على التعويض العادل اللي يحقق المساواة لأصحاب هذه المباني الناتج عن الريستريكشنز أو القوانين اللي أنا بديها له اللي بتمنعه من الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمبنى بتاعه لان هو يعني هو مش راضي عن ده لان هو بيحرمه من حق مكتسب ليه. تمام. وهو ليه وجهه نظر سهله ومنطقيه جدا هو مين اللي عايز المبنى ده؟ مين اللي عايز يحافظ على المبنى ده؟ كلنا؟ لا خلينا نفترض ان احنا كمجتمع عايزين ده كلنا عايزين نحافظ ليه انا لوحدي بدفع ده؟ كلكم عايزين؟ تمام فهي فكره ان انت حظك المؤلم حطك في ان انت ورثت مبنى اثري
فبقى ده بيطلبك حق من حقوقك الثانية. فكرة مش منطقية. لو احنا كمجتمع عايزين يبقى احنا كمجتمع نتحمل تكلفته. لو في public interest، لو في رغبة مجتمعية في اي حاجة لازم كلنا ندفعها. احنا بندفع ضريبة ليه؟ احنا بندفع ضريبة علشان احنا كمجتمع عايزين حصالة نحقق بيها المساواة. كده تمام. دي نقطة تانية. بس النهاردة احنا متفقين صدق. لو في نموذج ناجح ماشي لمبنى مثلا وعيد تقليل بما يخدم مصلحة السكان، بقيت السكان في المنطقة هم اللي هيطلبوا مني ان انا اعمل معاهم ده. لو احنا عايزين توظيف المكان يطلبوا مني، بس زي ما قالت كده عندهم استعداد يتحملوا هذه التكلفة. لو التكلفة ممكن احنا نعمل مثلا حاجة تعود بنفع عليه وعلى المكان. ازاي احنا نوظف الاول لما يحقق المصلحة الشخصية والمصلحة العامة. بالظبط. احنا بنتكلم النهارده المشروع بتاع السكان ممكن نغيره نخليه دي طبيعه حقيقيه. العائد المنتج هيبقى اعلى في نفس الوقت هيفضل المنطقه المنطقه. انما لو في كمان هو لو حققنا نموذج ناجح ثواني لو حققنا نموذج ناجح انا معاك ان هو هي يعني ده هيأثر كتير. بس النموذج الناجح هل هو إعادة استخدامه في نشاط يدر عائد مادي؟ اه دي طبيعة خطوطية. لا ما هو انا بقول لصديقك هل النموذج الناجح من وجهة نظرك ان هو يجيب عائد مادي؟ اه تمام. طيب لو ده صح ايه اللي هيخليني ما اصرمش؟ يعني لو هو النهارده ان انا هد وابنيه هيجيب لي 5 جنيه وهذا النموذج الناجح هيجيب لي 2 جنيه عشان المنطقه. لا ما هي الوجهه بقى المنطقه دي حاجه مش كويسه. لا هو مش حاجه واحده هو دي كده بعض. مش أنا أقول مستفيدين استفادة مباشرة من هذا الحصار. خلاص. وفي 80 مليون مستفيدين استفادة غير مباشرة من هذا الحصار. وفي 30 واحد بيدفعوا ثمن هذا الحوار. ممكن جزء من هذا التعويض يتم عن طريق ان انا اعيد استخدامه بشكل ثاني. طب الموضوع اللي حضرتك طرحته لو المبنى ده اصلا او مبنى سكن وبيجيب لي 30 جنيه في الشهر هتعمل لي ايه؟ اولا لا انا ممكن اقول لك ان كل اللي انا مش مبسوط قوي ان انا اتكلم لكن اعتقد ان اصلا موضوع رفع الايجار على بعض المناطق يعني مثلا بعض المناطق اللي بنسميها رفع لكن ما ينفعش النهارده ان هو يبقى حد بيتكلم او بيتكلم في شقه ب 10 جنيه ويمكن لما ترفع الايجار هنا ده يبقى ليه موضوع على المنطقه. انا بقول ان ده مش لو في ناس هي فكره اعتقد ان في نوع من التنميه المبادره انت بتبقى نوع من المتخصصين مش بس اطفال ومعماريين لكن حد يكون خليك حد قوة الأخلاق في صحيح من هيك أنا أقول لك أنا بحكم طبيعي مجال دراستي أو شغلي موضوع الإيجارات ده من المشاكل المستعصية اللي يعني مش عاجبه إن هو يعمل. أيام حضرتك كان بعد 52 اتخذ قرار إن الإيجارات كلها لا يروح عشان ده طيب اعمل ايه مش معنى هو انا مش عارف هقول لحضرتك هو قرار ثاني. طب ماشي مع بعض الناس اللي كانوا شغالين على الموضوع ده مشكله تطبيقه ان احنا ما نقدرش نتجاوز نتحمل اعداد لا يعني لا انت هو غير مش يعني النهارده احنا حضرتك ان في ناس هو فاكر النهارده 30 جنيه لا هو يقدر يدفع 3000 جنيه تمام. بس في ناس فاكره ان هو طول السطور
تأخذ في الاعتبار عند تطبيق ذلك. هل انا النهارده عندي الامكانيات ان انا احمي هذه الفئات؟ لا 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 ده مش محتاجه في السوق، وانت راكب العام دلوقتي اللي ده يعني ايه؟ هشوف ايام محترمه وتقدر تكلم على الفئه اللي فعلا فعلا مش هتقدر تعمل ده، وبالتالي دليل ان هي هتعرف المناطق دي وهتسبب لك مشكله ثانيه في منطقه عربيه ما، وبالتالي نظام غير مدروس. زائد ان هي فيها شيء من التعامل يعني لا علاج الفرد ده بالقوه، وان انا اهضم منه انا ما حضرتك كمان ان انا اساعدك. مش ما اعتقدش ان احنا هنقدر نصبر يعني
بشكل طويل يعني. أنا انا ما بتكلمش على دلوقتي، انا بتكلم على الظروف العامه مش الاستثنائيه، يعني الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها دلوقتي بتحكم حاجات كتير. كان بتكلم ان حتى في الظروف العامه ده ما كانش متاح، دليل ان احنا ما كناش نحل مشكله الايجارات دي. طيب يعني انا بشكل عام احنا اتكلمنا في المشكله خلاص. انا هتكلم عن اداه صغيره جدا في هذه المنظومه خلاص، مرتبطه باداره العمران، ازاي ممكن نطبقها على المناطق التراثيه ونتناقش مع بعض هل هي ممكن تحقق حاجه من اللي احنا عايزينها ولا لا. علشان نتكلم في ده هنتكلم عن حاجه اسمها حق الملكيه او حق التنميه، البروبرتي رايت. حق التنميه ده بيفترض ان اي تنميه لارض ما هي عباره عن مجموعه من الحقوق، حقوق الاستغلال، وبتنقسم لحاجتين: حقوق ملموسه، حق استغلال الارض، يعني لو انا بمتلك الارض دي يبقى انا من حق المثلث اللي تحتها ده كله بقى بتاعي، جزء ده من الكره الارضيه ملكي. حق استغلال السماء كلها بتاعتي، حق التنقيب جوه الارض دي، لان المنطقه دي المربع ده ملكي، تمام. وفي حقوق مرتبطه بالعلاقات الاجتماعيه اللي بيننا، من حقي ان انا اعرف ادخل الارض دي لان هي بتاعتي، فلو في اي حاجه تتعارض مع ده حق التنميه اللي باخده لازم يديني هذا الحق، من حقي ان انا استخدمها او اسيء استخدامها. انا بفترض دلوقتي فرضيه ان الارض او العقار او اي مكان، لو اتكلمنا عن حته الارض، هو عباره عن الارض عباره عن ايه؟ الارض دي في حد ذاتها ملهاش قيمه. القيمه في ايه؟ في مجموعه من امكانيات التنميه اللي على الارض دي، تمام؟ نظريا المفروض ان الارض دي تديني حق المثلث ده من الكره الارضيه، لان مفيش حد تاني بيشاركهم دي. حق استغلال المنطقه دي من الارض دي لغايه الى ما شاء الله، تمام؟ حق التنصيب جوه المثلث بتاعي ده، زائد الحقوق اللي مرتبطه بالعلاقات اللي بيننا وبين بعض، حق ان انا استخدمها، حق ان انا اعرف اوصل لها، حق ان انا اقدر ابيعها، اقدر اجرها، اقدر اديها هديه لحد، اقدر اورثها لاولادي، كل دي مجموعه من الحقوق المتاحه لي. مع الوقت احنا اكتشفنا ان احنا لازم نتدخل بناء على المصلحه العامه في هذه الحقوق، ان احنا ما نقدرش ندي هذا الحق المطلق للناس كلها، لان المصلحه الشخصيه هتتعارض بشكل عام مع مصلحتنا كلنا، وكلنا متفقين على ده. بمعنى ان حق استغلال السما ده تمام يمنع الطيران تماما. لو انا بملك كل الحته دي انا مش عايز طياره تجيب من فوق الارض بتاعتي، تمام؟ ده من حقي. فاضطرينا نقول لا، في ضوابط، خلي بالك انت ما تملكش كل ده، لا انت تملك قبايل هنا بس، انت تملك ارتفاع 30 متر، ما تملكش فوق كده.
انت لا تملك حق التنقيب في الارض دي، انت تملك فقط حق البناء عليها، حتى استغلالها تحت الارض ليك ليميتس فيه، تقدر تنزل في حدود دوريه وضوابط معينه لا تؤثر على اللي حواليك. فابتدينا نكتشف ان حزمه الضوابط دي او حزمه الامكانيات التنميه، خلاص احنا ممكن نفصل بعضها نمنعه، خلاص ممكن نقسمها، يعني انت ليك حق استغلال الجزء اللي فوق ده بس بهذا المقدار فقط، تمام، ونقدر ناخدها خالص، تمام، يبقى نقدر نفصلها عن المبنى نفسه الارض نفسها، خلاص هي حاجه منفصله، هي مجموعه من الضوابط دي حاجه ملموسه، نقدر نفصلها عن بعضها، نقدر نقول ان ده حق الارتفاع، ده حق الاستخدام السكني، ده حق الاستخدام التجاري بس مش هتاخد منه غير الجزء ده بس، ده حق التنقيب او شكله، تمام. وبالتالي مين اللي يملك او القيمه الحقيقيه بتكمن في ايه؟ هل بتكمن في الحاجه نفسها؟ هل بتكمن في الارض؟ بتكمن في ده، صح؟ ده ملموس؟ تعالى نملكه؟ لا نملكه. مين اللي بيدي ده؟ دولة، قانون، قوانين المنظمة، احنا نملكه، صح؟ موجود منفصل عن العقار نفسه، ايش؟ بدليل ان انا استخدمته في ضوابط الارتفاعات، استخدمته في انواع الاستخدامات، استخدمته في كل حاجه، وبناء عليه قيمه الاستثمار بتاعك او العقار بتاعك بتحدد. وفي الاخر انا اللي اقدر اخلي العقار ده اخليه متره ب 1000 جنيه واقدر اخليه متره ب 10 جنيه. انا كده، تمام. طيب هل نقدر نستفيد من ده فيما يخص الحفاظ على المباني التراثيه؟ تعالوا نشوف المباني التراثيه، ظهرت مجموعه من القوانين المنظمه ليها بدايه من تاسيس جهاز التنسيق الحضاري قانون 144 لسنه 2006 اللي هو معني بتقييم المباني التراثيه والغير قايله للسقوط واشتراطات الحفاظ عليها، وقانون البناء بتاع 119 لسنه 2008 اللي حط ضوابط خاصه بالمباني التراثيه وذكر فيه صراحه صلاحيات وسلطات جهاز التنسيق الحضاري فيما يخص التعامل مع هذه المناطق، غير الاشتراطات الخاصة اللي حطها جهاز التنسيق الحضاري لبعض المناطق زي القاهرة التاريخية زي القاهرة الخديوية. ده الكرة في الجديد، تمام؟ طيب
حاجه بتمنعني ان انا اخطر بدليل ان انا عملت قوانين او حقوق التنمية دي الخاصة بيها حضرتك الارض بتاعتك فاضية بتخضع لقانون 119 ليك حق البنى مرة ونص عرض الشارع شارع عرضه 20 متر انت ليك حق الارتفاع 30 متر وليك حق استخدام التجاري والسكن والإداري حضرتك حصلت الوحش بقى والارض بتاعتك فيها مبنى ممنوع ان انت تبني فوق المبنى وفي بعض الاستثمارات مش هينفع لا مش هينفع تستخدمي الاستثمارات ملوثة ممكن تفضل معايا في المكان بس بتاعي مثلا عايز تشغل المكان هو هيطلع تمام ومش مطموح في التسويق مش مطموح في التسويق ولو اتهرب انت مساله قانونيه انت بالنسبه لك مسموح تهرب وتبنيه تاني كمان 10 سنين 15 سنه انا المشكله ايه بقى ان انا لو عملت جول العقار بتاع حضرتك يساوي كام بعد ما تبنيه وتستثمره هيساوي كام نقول 10 ادوار ملايين في 2000 جنيه المتر ادي 2 مليون تمام ف 500 متر فانت الارض بتاعتك بمجموع حقوق التنمية اللي انا اديتها لك تساوي 100 مليون طيب حضرتك المبلغ بتاعك دلوقتي تساوي كام؟ قولي على الاستثمارات اللي فيه ممكن يعمل مليون مثلا 50 مليون فرضا فرضا انا بفترض Thank you.
ما في فرق لا فرق كان الفرق بين اليوم حتى اليوم ان الخدمه منفصله عن العقار وممكن واقدر اكسبها خلاص انا قلت لها انا خدت مني فلوس اشتريت استخدام البول انا هديهم لك الشركه دول ايه تشتري من المهندسه نشوه خلاص هي تقدر تدي لك ده انا كدوله بملك الحق ده وبتدولها في كده هو اللي يعدي خلاص هو يعدي زياده مستحيله ايه ده؟ انا مش سامح لها ده انا مش سامح لها ده فبالتالي احنا اتفقنا ان الفرق بين ال 200 مليون وال 50 مليون هو ده صح؟ ثواني بس ثواني انا بتكلم في فرضيه صح؟ فانا اللي انت حضرتك دول قلت لك تشتريهم مرسوم صح؟ ومن حقك انك تبيعيهم ازاي؟ اقللهم لك في اي مكان انا كدوله بديلك ورقه ان انت تملك الحق ارتفاع ثمن الدوار ومسموح لك ان انت تبيعيه في المنطقه. تمام؟ انا كدوله بملك هذا الحق بقول له انت ليك حق كمان في خمس ادوار كمان فوق العشرة مش لازم ياخدهم بالظبط كده بس انا مش هديهم لك روح اشتريهم من السوق في المنطقه دي خلاص هتبدا تستغلها حضرتك هتروح تقول لها كام زي ما حضرتك قلت كده وقلت لها 100000 جنيه هي هترد عليك وتقول لك ايه ان شاء الله 100000 جنيه انت هتبيع الدور ب 2 مليون جنيه هي ما عندهاش حاجه ان هي وانت كمان ما عندكش الحق انك ترتفع تمام وعينك زايده على ال 2 مليون جنيه بتوع الدور الزياده صح وما لا يدرك كله لا يدرك كله يعني خلينا واضح بقى يعني مش شغال هنبتدي نتكلم اهو اقول لك ازاي دي سهل السيطره عليها بان انا لما هبيع له الارض هو حسب رخصه من القانون هو 10% المنطقه دي منطقه ذات استعمالات خاصه زي المدن الجديده الشارع عمره 20 متر مش مسموح من غير بارد او لا الارض دي انت اشتريها بخمس تجوار بس خلاص عايز توصل لاعلى استغلال اشتري من هناك خلاص كده هيشتري منك كيلو هو لذلك ما تشوف سعر المنطقه دي معايا الاستثماري بتاعها خدوا ايه؟
الثاني انا كده رمضت على حضرتك ده مش كده اكثر حاجه انا كان مستمع والدين انا كان مستمع وانا كان مستمع مفهوم يعني ولا لا انا كان مستمع تحملت تكلفه الحفاظ على هذا التراث ونزلت مع حضرتك التعليم مقابل ان انت تحطيه على مبنى ثاني للمجتمع تستفيد بيهم تمام؟ أنا كده بعمل إيه؟ تنفذ إيه؟ الرأسمالية وحركة السوق وسعر السوق والاستفادة الاستثمارية وبين القوانين المنظمة واللوائح اللي بتحكم أي حاجة من ضمنها المناطق والمباني التراثية. هي ليه حضرتك بتعمليها ان هي متهمه هي بتعمل حته في الارض المبنى وقع من الجنبين علشان احنا كانوا اتخانقنا خلاص ما دفعناش التكلفه اللي مطلوب تدفعها علشان نتجنب اثر زلزال زي ده هي مقوله على الفرجان فانت هي النهارده لو اساءت استخدامي بشكل يؤثر على سلامتك اقدر احاسبها بقى حساب اقدر احاسبها قانونا وانا ضميري مرتاح. هتعمل ايه مع الناس؟ طب خلينا نكمل الفاضله وبعدين نتناقش فيها لان انا هوضحها تمام؟ فلو اتكلمنا ان دي منطقه فيها مبنى رصد وده الاستخدام المتاح اللي موجود معاه خلاص وده دي مجموعه الاستخدامات اللي انا اديتها لك هنا ها وحضرتك بشكل بسيط جدا بتنقليها من هنا للراجل ده ها وبالتالي قيمه التعويض المادي المشكله اللي احنا كنا بنتكلم عليها ان احنا كمجتمع ما عندناش القدره على تحمل تكلفه الحفاظ على المباني التراثيه انا قدرت انقلها للسوق لا انا حولتها لمزايا ماديه وبما ان انا كمجتمع او كحكومه ما عنديش الامكانيه دي اصل الحل ايه ان انا همنع ملكيه المبنى ده انت يا عم المبنى بتاعك هيجيب لك كام 50 مليون اتفضلي 50 مليون اهو ليه بقى القيمه دول في نفس المكان ثواني ده نفس المكان يعني على قيمه المكان تمام طور المبنى جوه قاهره 30 حلو قوي مش هروح مكان تاني ودي لا 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 حلو قوي ممكن تفضل ايه بقى دي مجموعه الاستخدامات هات من فضلك الاستخدام التجاري كده لا استخدام لان انا عايز اساعد على نوع من الانشطه تبقى موجوده هنا والمناطق دي تبقى سكنيه استخدام سياحي مش مسموح لك باستخدام سياحي لا انت مسموح لك بصناعة لو تبيع زي ما انت عايز لكن الاستخدام السياحي انا عايز اكثفه هنا هاخده منك وهديهوله انا ده جزء من التعويض لان هو لما هيشتري منها مش هيشتري بالقيمه هم هيقسموا المكسب لكن هو مش هيدي لها كل المكسب والا مش هي يعني مش هيبقى عنده نيه انه يشتري اصلا اتفضل هل في خطوات عمليه لتطبيق كل الكلام اللي جه ده؟ الكلام ده كله جميل. طبعا. هل في خطوات عمليه لتطبيق الكلام ده؟ هل في خطه محطوطه واحنا ماشيين عليها في الكلام؟ لا في خطه محطوطه ولا ايه؟ في خطه محطوطه ومتقسمه الخطوات، هنعمل كذا وهنعمل كذا احنا بنتكلم في آلية، خلاص؟ ايه اللي مطلوب؟
هذه الآلية علشان تتطبق محتاجة حاجتين، محتاجة منطقة أنقل منها الديفلوبمنت تايب، ومحتاجة منطقة تستوعب هذه الحقوق للفنان. تمام؟ محتاجة أحدد المنطقتين دول. لا بس لا طرش عشان ملكيات حكومية، عشان ملكيات حكومية دي، عشان ملكيات حكومية. وهو النهاردة بياخد التعويض بتاعه بمبنى تاني في القاهرة الجديدة، فاهم؟ ده مش متاح لبقية الناس. المنطقة اللي بنقل منها خلاص ليها اشتراطات حاسمة جدا في الاستخدام، في الارتفاع، في حق الاستخدام، في نوعية الأنشطة، في كل حاجة. تمام؟ لكن بقية الأسس أو العناصر اللي بتمثل قيمة مادية أنا سمحت له برضو إن هو يستفيد منها بنفس الطريقة. وبالتالي وبالتالي المبنى التراثي ده عنده أكتر من فرصة. أولا إن هو يبيع ده في المنطقة اللي بتستهلك علشان يعني تعظم من الاستفادة المادية، أو إن هو يبيع بعض الأنشطة التجارية اللي هو خدها لمباني تراثية تانية عايزة تعظم من الاستفادة المادية. المبنى بتاعه عايزه كله يبقى تجاري خلاص، او زي اي سوق هيظهر سوق سوق. تمام؟ في ناس هتتاجر في هذه الحقوق علشان تزود سعرها زي اللي بيحصل في اسعار الاسكان. تمام؟ لا 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 ما أنا ما عطلتش القانون في حاجة، أنا خططت منطقة تستوعب هذه الزيادة تلك الأهداف بالشكل ده. أنا خططي إن المنطقتين دول دي القاهرة الجديدة ودي القاهرة الخدوية، أنا عايز القاهرة الجديدة كثافتها تبقى أعلى، وعايز القاهرة الخدوية كثافتها يعني. أنا عشان كده لقيتها فرصة مناسبة جدا نظرا لخلفيته وخبرته العالية في هذا المجال، علشان أنا مش عايز أفكر هل ده متاح ولا لا. طيب هذا الحمل ليه نقاط قوة ونقاط ضعف. تمام؟ نقاط القوة إن هو بيسمح بالاشتراطات الخاصة للمباني التراثية وبيوفر تعويض عادل لأصحاب هذه المباني، والأهم من كده إن هذا التعويض أنا ما بتحملوش كحكومة، لا السوق هو اللي بيحققه من غير ما احتاج تمويل. العيوب بتاعته إن هو معقد قوي، يعني مش سهل استيعابه لو احنا بنتكلم على عموم الناس. خلاص؟ المشكلة الثانية عدم الثقة، وإن مين اللي قال إن دول يساووا فلوس؟ يعني أنا مش عارف إن دول يساووا فلوس. يعني أنت هتاخد مني الحق ده تديني ورق؟ أنا مش عارف. فزائد إن ممكن في المنطقة اللي بتتغفل يعني اللي بيروح فيها أو اللي المفروض تزود فيها الكثافة، ممكن المنطقة دي تصرف هذا الشهر وخلاص. تمام. طيب. أنا يعني
انا كده بشكل عام اخر نقطتين دول هم طرح لفكره قبل للتطوير وقبل للنقاش. نحب نتناقش فيها دلوقتي ولا ناخد بريك ونرجع Oh, my.